بعد يوم من الاحتجاج والتصادم بين قوات الأمن والمحتجين على اغتيال الشهيد محمد البراهمي، عادت الأجواء في بعض المدن إلى نسق السير العادي كولاية صفاقس، مما جعلنا نبحث ونستفسر عن الآراء والتحليلات البسيطة لما عاشه المواطن في الأيام الأخيرة. الشيء اللي قاعد يصير في تونس مش لايق أصلا. تونس كانت أنظف دولة في العالم. ما تصيرش، أنا ما نرضاهاش حتى كان يهودي، أنا يهودي ما نرضاهاش باش يصير الأعمال اللي تصير كيما هكا 14 كرتوشة. لكن زاد ما نزوروش بلادنا زاد للحرب الأهلية وندخلوها في الناس كونتر الناس ونتهم عباد ونعملوا عباد. تو أنا مثلا نكره هذا الدم، نكرهها، نعرف اللي هي فاشلة، لكن ونعرف اللي هي خطيها في الموضوع هذا، خطيها بعيد على كل شيء، فهمتني؟ فما يد تحب البلاد دخلها في حيط وتحب عند أهداف معينة، فهمتني؟ اللي صار في تونس أيادي خارجية، أمريكا وقطر والكلية، كما غير الأحزاب تصير حاجة يأكلوا بعضهم، واحد يبدأ يتم في واحد، يبدأ يتم في واحد، يتم في واحد. أزرها. أزر البلاد، عجبك اقتصاد طيب بارك، ناس باركة، ناس متخدمش، ناس تعبة، ناس باكلة بعضها، عجبك عجبك شنو اللي عجبك فيها تونس؟ والله كنت نتمنى تكون الدولة متاعنا سليمة وتكون الشعب لكل شعب واحد، ما غير حزازيات لا فلان ولا فلان، وهذا مش باين بالنسبة للشعب التونسي. يعني احنا ناس طيبين ومدافين ومدبين يكونوا على يد واحدة. البلاد حبوا ينقضوها، حب كذا، فهمت؟ ناس ما باش تفهم البلاد ماشي الأسوء. والله بالنسبة اللي صار للمسكين وك ماسلة، ماسلة، تعرف أنا ماسلة، ما صدقت شيء من أجل كذا، ما صدقت شيء. الوضعية مش باهية في الاقتصاد وفي الكل وفي هذا الأضراب زاد اللي يتكلفنا، ما يتكلفنا معنا على شبابنا، مشى ضاع في جرة الحكومة. كان مش داو مكية، ما نوصلوش وما نصيروش. اللي صار أمس واللي صاير لتونس توا أنا بالذات ما يشرفش تونس بالكل. شيء ماهوش طبيعي هذا. هذا الانهيار لتونس وماهوش حاجة طبيعية هذه. نكسة كبيرة لتونس إذا مش داومونا في المعايد هذا، لا بأس إن شاء الله. كلهم يبحثون عن الخبر والمعلومة في أعمدة الصحف أو يجلسون في نقاس تعكس برودته وقسمات وجوههم. خاصة وأن جلهم أجمعوا على حساسية الوضع في تونس وتمنياتهم بالخروج سريعا من هذه الأجواء المفخخة. أول حاجة أنا الأمن. أمن اللي كنا نحب نرجعها البلاد ولا نرجعها. اللي لازم يصير في تونس اللي هو نعجلوا بانتخابات. فكرة بوقت لازم انتخابات باش الناس كل تفت. يلزموا يعجلوا أولا بالانتخابات، والثاني حاجة يلزم الشعب التونسي يخمم مليح ويعرف كيف يتصرف. لازم يكون وفاق اجتماعي. يتلموا مع بعضهم ويكونوا وفاق اجتماعي. والله ايش باش نقول لك، لازم هذه عندهم مواليها، هما نجموا يخرجوها، هما نجموا يغرقوها. الحل يا اخويا هو الانتخابات. هكا اذا كان يمشي ديريكت الناس كلها ديريكت نوصلوا، واذا كان ما نوصلوش ما يمشيوش، واحد يمشي على اليمين والاخر يمشي على اليسار ما نوصلوش. احنا اليد في اليد مش بعده، لقد ما ساعة احنا اليد في اليد مش بعده. احنا اي تفضل يا جماعة، احنا اليد في اليد وش بعده؟ اعطينا الحل، اعطينا الحل الصحيح. ما يستقبل ماهوش مضمن بكل. ربي مسيح على الصلاح، ربي اللي في الخير لا يقرب شر بعده. الهدوء الحذر يرفرف فوق أجواء المدينة، والجميع ينتظر بعيون مكسورة خروج البلاد والعباد من هذا المنعرج الذي يعتبر قاتلا لأعتى الديمقراطيات. فما بالك بدولة لا زالت تخط أول الحروف في مسار الديمقراطية التي يرجو المواطنون أن تندمل جروحها سريعاً.